السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل البسيسة. معايا كوبايتين دي ذرة ومعايا كوباية دي ابيض علشان تبقى متماسكة معايا شوية. معايا كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية لبن وفانيليا وبيكنج باودر. طبعا نفس الكوباية اللي هتعملي بيها الدقيق هي اللي هتقيسي بيها الزيت والسكر واللبن. دلوقتي هنزل بقى بالبيكنج باودر على الدقيق، وهنزل برضو بالدقيق الابيض، يعني المكونات الجافة كلها مع بعضها. هقلبهم بقى كويس مع بعض، وبعدين هجيب بولة تانية ودلوقتي بقى هنزل بالمكونات معايا الباقية. معايا بقى كوباية الزيت زي ما اتفقنا، وكوباية السكر، وكوباية اللبن. انا هعملها من غير بيض، بتبقى حلوة برضو زي كأنك حاطة بيض بالظبط. وابدأ اضيف الفانيليا وابدأ بقى بالتقليب، افضل اقلب فيها كده لحد ما احس ان السكر بدأ يدوب معايا. وبعد كده هحط بقى، انزل بالخليط واحدة واحدة. هي مش محتاجة مضرب خالص، كل اللي انا بعملها بالمعلقة عادي. الخليط زي ما انتم شايفين كده واحدة واحدة معايا مع التقليب. طبعا التقليب في اتجاه واحد كده، القوام كويس معايا كده. انا جاهزة بقى، مجهزة الصينية اللي هدخلها الفرن، مبطنها سمنة ودقيق. فهنزل بقى الخليط. طريقتها سهلة جدا وحلوة قوي في الأكل، خفيفة كده وبتدوب في البق. وبكده بتكون جاهزة عشان ادخلها الفرن. درجة الحرارة 180، انا ما بحطهاش تحت، بحطها على الشبكة، لان لو حطيتها تحت تتحرق. الافضل ان اي كيكة تعمليها تحطيها على الشبكة، ما تحطهاش تحت. كده بقى جاهزة معايا، جميلة قوي وهشة، تحفة بجد، هتعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين كده دايبة خالص. لو ما عملناش كوباية الدقيق الأبيض هتبقى دايبة عن كده كمان، مش هتقدري تقطعيها، هتفرول منك. ان شاء الله هتعجبكم، والمرة الجاية أكلة جديدة مع أكلة تمشي اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.